قصة حياة المشاهير، بنقرب لك النجوم. حسن الديب. حسن الديب الفنان الكوميدي اللي كلنا بنفتكر مشاهده في أفلام كتير، فحتى لو ظهر في مشهد أو اتنين بس بيسيب بصمة كبيرة في العمل الفني. فنان كان قليل جدا في الظهور الإعلامي، عشان كده المعلومات اللي موجودة عنه مش معروفة عند ناس كتير. فتابعونا عشان نتعرف على الفنان اللي باع بلده وكمان اتعرض لحادث في بدايته كان هينهي حياته. إذا كانت هذه المرة الأولى لكم في قناة قصة حياة المشاهير، فلا تنسوا عمل متابعة للقناة ليصلكم كل جديد، وأيضا لا تنسوا عمل إعجاب للفيديو. حسن جميل أحمد الديب ده اسمه بالكامل، وتولد يوم 13 أغسطس سنة 1945، وهو من مواليد الزقازيق وتربى فيها. من وهو صغير كان كل ما حد يسأله نفسك تطلع إيه كان يرد على طول ويقول نفسي أبقى ممثل، وده نابع من إنه بيحب التمثيل جدا. ولما كان في المرحلة الابتدائية اشترك في فرقة التمثيل اللي كانت موجودة في المدرسة، وقدم من خلالها مسرحيات صعبة ومهمة وهو لسه في المرحلة الابتدائية. ده كمان بقى نجم المدرسة بسبب موهبته اللي اشتهرت جدا في كل أنحاء المدرسة والمدارس التانية. كمان شهرته زادت لما بقى يشترك في مسابقات التمثيل ويفوز فيها وبياخد شهادات تقدير على تميزه. بعد ما وصل للمرحلة الثانوية ساب التمثيل شوية وركز في دراسته عشان يقدر يجيب مجموع كويس ويدخل كلية مناسبة، وفعلا حصل على مجموع كويس ودخل كلية الآداب في القاهرة، بالتحديد جامعة عين شمس. أول حاجة دور عليها الفنان حسن الديب لما دخل الكلية كانت أكيد فريق التمثيل اللي اشترك فيه واللي لقى فيه نفسه جدا، وانه هيقدر يطلع موهبته وكمان هيكتسب خبرات بالاحتكاك الكبير بعكس احتكاكه في فرقة التمثيل اللي موجودة في المدرسة. شارك من خلال فريق الكلية في عروض مسرحية كتير ولفت الأنظار بموهبته وشخصيته الكوميدية، واللي كمل المشهد هو ملامح وجهه الطفولية نوعا ما، ولأنه فنان ذكي ما استغلش ملامح وجهه الطفولية دي في العروض المسرحية اللي قدمها، لأنه ما حبش المخرجين يحصروه في أعمال معينة. بعد ما اشترك في مسابقات مسرحية وحصل كمان على جوائز كتير من خلالها، قرر انه يترك فريق الهواة ويبدأ رحلة الاحتراف الفعلي. فبدأ مشواره الفني من خلال مسرح الطفل ونجح فيه جدا، برغم ان اي عمل بيتقدم للاطفال مش بيبقى سهل وبيبقى صعب جدا، بس بدأ جمهوره من الاطفال يكتر كل يوم ويزيد نجاحه في مسرح الطفل، وده نابع من موهبته طبعا وملامح وجهه الطفولية زي ما قلنا من شوية، وكمان تحكمه الشديد في نبرة صوته اللي بتشد الانتباه. بعد نجاحه في مسرح الطفل اتنقل لعمل فني مميز جدا وهي فوازير عمه فؤاد، وتعرف من خلال شخصية الدكتور عصفور المحبوب. بعد الخبرة اللي أخدها من مسرح الطفل وفوازير عمه فؤاد كان لازم يتنقل للسينما والتلفزيون عشان يثبت جدارته في مكان تاني بعيد عن خشبة المسرح. فاشترك مع مخرجين معروفين وممثلين كبار زي نبيل عبيد ونور الشريف وعزة العليلي ومحمود ياسين وعادل أدهم وسهير الببلي ونجوم تانية كتير، بس أعماله اللي قدمها قدام الفنان عادل إمام تعتبر هي اللي نجحت نجاح كبير. ده كمان بقت مشاهده موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة وبقت ترند في أوقات كتير، فاشترك معاه في أكتر من 25 عمل فني. مين فينا ينسى دوره في فيلم أمير الظلام لما فضل يقول مدد يا سيد العريان مدد، وفيلم التجربة الدنماركية، وكمان فيلم عريس من جهة أمنية. قدم نجم الكوميديا أعمال فنية مميزة زي فيلم المغتصبون، ومن خلال الفيلم ده حصل على جائزة التمثيل من الجمعية المصرية لفن السينما، وقدم كمان الهروب إلى القمة والمرأة والسطور وفيلمه الشهير عايز حقي لما ظهر في دور موظف الشهر العقاري اللي بيساعد البطل على بيع البلد، وقدم مسلسل الثعلب ومسلسل البحار مندي. ومن المسرحيات اللي قدمها الطيب والمتمرد والشهيد، وحصل من خلالها على ميدالية ذهبية وشهادة تقدير كأحسن ممثل في العرض، وحصل كمان على شهادة تقدير من الجمعية المصرية لهواة المسرح عن دوره في مسرحية آه يا غجر. في سنة 1987 اتعرض الفنان حسن الديب لحادثة كبيرة لما اتقلبت العربية اللي كان موجود فيها هو والفنان عبدالله إسماعيل وقاسم الدالي عشان يصاب
يصاب بقطع في ودانه وينجو من الحادث قاسم الدالي ويتوفى الفنان عبد الله إسماعيل. وفي يوم 21 أكتوبر من عام 2005 رحل الفنان حسن الدالي وهو في عمر 60 سنة، وكان رحيله مفاجئ وسط صدمة من زملائه اللي كانوا بيحبوا وشهدوا ليه بطيبته وبساطته وتواضعه. كان معاكم رشا رجب.